بمحاسن الإسلام فكر وهدى وأخلاق وذكر قيم بها نرقى زمان كلها عز وفخر وهكذا الإسلام دين نهجه لطف ويسر ومحاسن الإسلام لا عد سيحصيها وحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج محاسن الإسلام. حرم الإسلام عقوق الوالدين وإهمالهما والإساءة إليهما، فعن نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعدهما شهادة الزور: بل إن من ترك الإحسان لوالديه يعتبر عاقا لهما، فضلا عمن يتعمد إيذاءهما. بل إن من صور الإيذاء المحرمة شرعا أن يسب الرجل والدي الرجل فيسب الآخر والديه. فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أن الذي يسب آباء الناس أو أمهاتهم قد يسبون والديه، فيكون ساباً لوالديه بالتسبب في سبهما. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فهذا وعيد عظيم على من أدرك والديه ولم يحسن إليهما ولم يقم بحقهما، لم يدخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وإن عاقبة العقوق أليمة شديدة، وهي معجلة في الدنيا تستجلب غضب الله تعالى على العبد، فمن ذلك أنه يستجلب سخط الله تعالى وغضبه على عبده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. كما أن الله تعالى يعجل للعاق العقوبة في الدنيا. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. وجاء في سنن أبي داود مرفوعا: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وروي أيضا: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. والعقوق سبب لإحباط الأعمال وردها على صاحبها، لأن ارتكاب الكبائر محبط للعمل الصالح إلا أن يتوب العبد منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بدون قرينتها. وذكر منها قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه. وكذلك هو سبب للحرمان من دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق لوالديه ولا مدمن خمر. ولكن مما يلزم المسلم التنبه له دائما أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف،
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة مطلقة إلا لله تعالى. فإن أمره أب أو أم أو أخ أو مدير أو وزير أو حاكم أو أي مخلوق أمره بأمر فيه معصية فلا طاعة له. يقول الله تعالى مبيناً حدود طاعة الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوماً سرية واستعمل عليها رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم ساعة ما فأمرهم أن يوقدوا ناراً وأن يدخلوا فيها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف. والآيات الدالة على ذم المتبعين لنهج آبائهم الضال كثيرة، منها قوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقال أيضا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، ولكم جزيل الشكر لمتابعتكم الطيبة، ونلقاكم في لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحاسن الإسلام فكر وهدى وأخلاق وذكر، قيما بها نرقى سماء كلها عز وفخر. وهكذا الإسلام دين نهجه لطف ويسر، ومحاسن الإسلام لا عد سيحصيها وحصر.